السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. في هذا الفيديو سأقدم لكم مشروع جميل جدا يمكنكم إخواني في الله الاستثمار فيه وربح بعض العمولة من خلال الاستثمار في هذا المشروع الجميل والجميل جدا. لكن قبل بداية الفيديو أتمنى لكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الضغط على زر اللايك للمزيد من الفيديوهات. فكما نرى إخواني في الله هذه الواجهة الخاصة بالمشروع، فالمشروع يدعى بإبيديمي كوين. كما نرى هذا مشروع جميل جدا، فهذا مشروع سنطرق إلى كل شيء وطرق الشراء وكل شيء إخواني في الله. فكما نرى هنا ستجد أوكي سنرجع للوايت بيبر والكونتاكت أدرس من بعد. يعني بعد الآن سأقولكم مثلا الميشن الخاصة بهذا المشروع، فمشروع جميل جدا ولديه يعني مشروع جميل ولديه يعني ماركتين جيد جدا وسيكون يعني له شأن كبير جدا وستربح منه عمولة ان شاء الله كبير. كما نرى هنا الميشن الخاصة به كما نرى هو يعني يلعب او يعني فكرته هي مثلا للعيش، يعني كما نرى survive and thrive كما نرى. فانت تقوم ببيلد الفيوتشر الخاص بك وتبدأ اخواني في الله في اللعب. فهذا هو المشروع الخاص بهذا يعني او فكرة المشروع الخاصة بهذا المشروع الجيد، مشروع epidemic coin. فكما نرى من هنا اخواني في الله يمكنكم يعني المعرفة ماذا يقولون في هذا المشروع، فيمكنكم من هنا قراءة هذه المقالة لكي تعرف كل شيء إخواني في الله. هنا إخواني في الله الرود ماب الخاصة بهم، فكما نرى هنا الكيو 1 يعني بدأ في preparing for launch، يعني الكيو 2 قاموا بالpre-sale launch، الكيو 3 يعني هو الانيشال كريبتو انتجريشن كما نرى، سيقوم بالبيتا جيم لانش، سيقومون أيضا بكريبتو والت انتجريشن نيتف توكن والعديد من الأشياء. هنا الكيو 4 الذي ستكون إخواني في الله كريبتو ايكونومي، ستكون كريبتو ايكونومي اكسبنشن اند اكسشينج ليستين اند فول لانش، يعني سيقوم بال NFT انتجريشن، سيقوم بالماركت بلاي، سيقوم بالليست الكريبتو الخاص بهم في منصات الاكسشينج مثل كمنصات كبيره المركزيه، ولديهم مشروع جميل 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 جدا اخواني في الله. فهنا ستجد التوكونوميكس الخاصه بهم، فكما نرى هذا هو السيمبول الخاص بهم، اسم المشروع هو كما قلت لكم ايبيديميك كوين، والسيمبول الخاص بهم هو ADC كما نرى جميل جدا. هنا التوتال سبلاي يعني توجد 1 مليار في التوتال سبلاي. هنا التوكن ديستريبيوشن كما نرى، فهنا مثلا في الادفايزر اند امباسادور بروجرام ستكون كما نرى 5%، هنا في بريسل 40%، تيم ستكون لديهم 10% برسنتيج كما نرى، وهنا الستيكين ستكون 15%، هنا الريورد ستكون 5% ايضا، وهنا بالنسبه للماركتين يعطون يعني 10% والباقي يعني 15% ستكون بالنسبه للليكويديتي اخواني في الله السيوله الخاصه بهذا المشروع. فكما نرى هنا ستجد يعني كل واحد ويقول لك ما هي متى البريسيل، هنا ستكون في بريسيل الكويديتي كما قلت لكم، الماركتين 10% الذي قلت لكم كيف ستقوم تفرقته من هنا، هنا ايضا الريوردز وكل شيء، ستيكن كما قلت لكم تيم تكون لديهم ايضا، والباي اند سيل تاكس، ثم الادفايزر والامباسادور بروجرام كما قلت لكم اخواني في الله. الان البريسيل فهو مطروح الان للشراء، فالطريقه للشراء فهي جد جد سهله، كل ما عليكم طريقه سهله جدا. الان الافيليبل 50 مليون يعني ADC يعني من المشروع كما نرى. فكما نرى كل ما لكم هو كونكت الوالد الخاصه بكم، يمكنكم كونكت اي والد لديكم مثلا من هنا فانتوم ميتاماسك تراست والد كومبيز اي واحد، مثلا تقوم بميتاماسك على هذا الشكل. ماذا اخواني في الله تقوم ب مثلا كونكت الوالد الخاصه بك، فساريكم الطريقه. انا سادخل الان الى الوالد الخاصه بي. بعد تقوم بالدخول على هذا الشكل، بعد اخواني تقوم هذه هي الادريس الخاصه بهم، تقوم بالنكس لكي تقوم بالوالد، ثم تقوم بكونكت على هذا الشكل، وكما نرى كونكت كما نرى، وهنا ستجد الوالد الخاصه بك هنا. يعني اول شيء يجب ان يكون لديك ايثريوم في الـ يعني الـ المحفظة الخاصة بك في الميتا ماسك كما نرى. بعدها تقوم ب يعني اذا لم تكن لديك من يجب عليك شراء الاثريوم قبل يعني كونكت الوالد الخاصة بك. بعدها هنا سجل الوالد، وهنا ستختار كم تريد، مثلا تريد مثلا الدفع 0.3 من الاثريوم، ستعطيك مثلا 105%، انت وماذا تريد، مثلا اذا استثمرت 1 اثريوم ستعطيك مثلا 350,000، وهنا ستجد هنا باي اي دي سي من هنا، فيجب عليك ان تشتري. فكما نرى لحد الان توكن سولد فهي 93,000 اي دي سي، فهذا هو المشروع. هنا التيم كما قلت لكم انتوني جوفاني السي الخاص بهم، وويليام هيد اوف بارتنر شيبت. هنا البارتنرز الخاصه بهم ياهو فاينانس، كوين جيكو، كوين ماركت كاب، كوين سولد، فورس ايضا، وهنا الكوميونتي الخاصه بهم، ستدخل ضروري تدخل الى تويتر الخاص بهم، ثم الديسكورد، ثم ضروري التليجرام، مثلا سندخل الى التويتر الخاص بهم، سنعمل لهم مثلا
مثلا لو مثلا فولو اخواني في الله فضروري تقوم على العمل لهم فولو وتقوم بتتبع مثلا التفاعل معهم وضر يعني يوجد تفاعل جيد. فمن هنا اخواني في الله ستقوم اخواني في الله انتم يعني المتابعه اي جديد خاص بهم. ايضا في النسبه لتويتر او التليجرام تقوم بالدخول الى التليجرام، هنا الكوميونيتي الخاص بهم في التليجرام تقوم بالجوين على هذا الشكل، بعدها يمكنكم التكلم معهم يعني فهم كما نرى 2000 3000 تقريبا ثم 500 اونلاين يعني فممبرز اكتيف كما نرى اخواني في الله، يمكنكم التكلم معهم من هنا ومشاركه بعض الافكار اخواني في الله. اخر شيء سؤال لكم اخواني في الله هو الوايت بيبر الخاص بهم، تقوم بالدخول الى الوايت بيبر. الان سندخل الى الوايت بيبر، ها هي يعني هذه الوايت بيبر الخاصه بالمشروع. فاقوم الوايت بيبر فهي تلخص لك كل شيء لكي تعرفها اخواني في الله، تيبل اوف كونتنت يعني ماذا لديهم في الكونتنت، ايضا هنا كما نرى ايضا وات ميكس اس ديفرنت كما نرى، اي شيء ستجده هنا في الوايت بيبر اخواني في الله. ضروري ان تبحث في الوايت بيبر ولكي تقرا وتاخذ فكره عامه حول المشروع. فهو كما قلت لكم مشروع بلاي تو ايرن، هنا توكنومكس كما قلت لكم، وهنا مجموعه من الاشياء رود ماب والاشياء التي تطرقنا اليها في الاول. ايضا الاوديت الخاصه بها، مثلا سنقوم بتحميل الاوديت ولكي هذه الاوديت الخاصه بالمشروع. فضروري ضروري ان تعرف كل شيء حول المشروع قبل البدء في الاستثمار فيه. كما نرى هنا الجلوبال اوفر فيو تيبل اوف كونتنت كما قلت لكم، هنا تجد ايضا نفس الشيء الخاص ب ايبيديميك كوين. ايضا الكونتاكت ادريس، اذا كنت تريد الدخول الى الكونتاكت ادريس هنا سيعطيك يعني الكونتاكت ادريس في الايثر سكان، لانه هو يعني مشروع يعتمد على الايثريوم. فمثلا هنا ستجد كل شيء، الناس يعني الان يشترون كما نرى، الكثير يستثمر الان حتى الان يستثمرون في المشروع كما قلت لكم، فهذا شيء جميل وجميل جدا. تقريبا شرحت لكم كل شيء حول هذا المشروع، ساجد لكم ساترك لكم جميع الروابط اسفل الفيديو. اذا كنت تريد يعني الاستثمار فيه فجد جد سهله، ستجد كل شيء كما شرحت لكم وتستثمر ويعني تنتظر المشروع ان شاء الله سيرتفع وستكون لديك عمولة جيدة من خلال الاستثمار فيه. كما قمت لتقنية ونلتقي في فيديو جديد في القريب العاجل، الى اللقاء.